وخليني قبل ما نبدا معاك الحوار اقول لك انت عملت معادله صعبه جدا. انت من اللعيبه القليله حمدي انك دخلت قلوب الجماهير الاهلاويه بسرعه جدا لمستواك الفني المتميز. وكمان في حاجه مهمه اكيد انت عارفها وكل الناس عارفاها، قلبك. انت راجل جوه الملعب مقاتل، والنادي الاهلي كمان وجماهير النادي الاهلي مش ناسيه لك ان في عروض كمان كتير، وانت كنت مصمم بشكل كبير جدا انك تكون موجود في صفوف النادي الاهلي. فبنقول لك مبروك الدوري، وجماهير النادي الاهلي يعني بتحبك علشان النقطه اللي كلمتك فيها ان انت راجل في الملعب، وان شاء الله باذن الله ده ينعكس على ادائك ان شاء الله الفتره اللي جايه، وتفرحونا بقى بافريقيا باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن باذن الله. احنا يعني الحمد لله على الدوري طبعا، ودلوقتي احنا مركزين في بطوله كبيره يعني غايبه بقالها فتره على جمهور النادي الاهلي وعلينا شخصيا، وكلنا بنتمنى ان هي تكون من نصيبنا السنه دي، وان شاء الله تكون من صالحنا. احنا هنتكلم على البطوله الافريقيه وهنتكلم على حاجات كتير قوي ان شاء الله معاك يا حمدي، لان الناس كمان منتظرينك، واحنا سعداء انك تكون موجود معانا.